دور كان خيه. عملنا حالنا وطلعنا على الاوتيل، ومن بعد الاوتيل فوق تاني يوم قمنا قاعدين على البلكون عم نشرب قهوه، لقينا حالنا على التلفزيون. يلا طيبة، يلا 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 عود. وصلنا على المطعم قالوا لنا في ريال كريم بالسهرة وسمير يزبك والمايسترو احسن المنظر، انه نحن مبسوطين انه بدنا نشوفها لمدام فيام الكريم. اجت على الطاوله اول ما بلشت بدها تغني قالت لي عروس شو بتحبي غني لك؟ قلت لها غني لي عم بزعلني للو. قالت لي لا 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 هلا مش هغني لك اياها بعدين بكير ليزعلك. قلت لي يلا قومي بدك ترقصي معي. قمنا نرقص، بعد ما قلنا 5 دقائق عم نرقص فجأة كانت عم تطلع فينا وعم بتغني ومبسوطة، فجأة عملت ايدها هيك على قلبها وصرت شد عقيد جوزي، لقطتني بايدي من هون هيك عم بهديها، ما قدرت هديتها، صارت تنزل تنزل على مهلها ولبدت بالارض. كانت لابسه فستان زهر، كانت بتعقد فيه سيلفر هيك وصندال سيلفر، كانت كثير مهضومه كثير طيوبه طالعه. انا القصه انه ما بتنتسى، انا بخبرها يعني ايام بيكون معي ناس مثلا بيبقى فاتحين موضوع انه شو كنت تشتغل، بقول لهم كنت كذا، وبقول لي كنت شوف الممثلين بقول لهم كذا. ايه ركضوا شلوها اخذوها، نحن قعدنا يعني رحنا قعدنا تنشوف شو عم بيصير. كان عم يدق المايسترو احسان المنظر دغري، عطوا موسيقى حزن دغري، توفت هي بساعتها قلبوا عيونها دغري، مشكله القلب انه اصلا من قبل وما بيصوى تغني كثير، وثاقبت متعبه حالها قبل، قالوا لنا الصبح برنامج للاطفال شيء مغنيه فيه وما كان بيصوى تغني عند عمليه قلب ما كانت تعمل. يعني تفاجئنا انصدمنا يعني انه اول شيء كان نهار احد 3 تموز الساعه 11 الا ربع بالليل 88 88 مضبوط بالسهره كنا بالمونتي كارلو عملت عين. ما عدنا تعشينا ما عدنا اكلنا شيء يعني منا حلنا وطلعنا على الاوتيل. ثاني يوم بالاوتيل قمنا قاعدين على البلكون من عشيه، طلبنا قهوه عم نشرب قهوه، دوانا التلفزيون لقينا حلنا على التلفزيون. كنا بنحب نفضل نطلع بفيديو بس ما تموت، حرام ايه حرام انه كنا نكون معها ونطلع اوكي انه بنحب بس مش بهيك وضع موقف ما حلو.